مهلا مشاهدينا، بننتقل لمحطتنا التالية. تمام نور، أكيد متابعين بصباحنا لليوم. كتير بنسمع عن مصطلح العلاج السلوكي والمعرفي، هو أحد أنواع العلاجات النفسية يلي بفضلها البعض أكثر من تناول الأدوية، ولكن شو هي أهمية هي الطريقة في العلاج وشو ميزاتها وقديش في ثقة للناس فيها بعيدا عن العلاجات الدوائية؟ رح نحكي عن نوع العلاج السلوكي المعرفي، وخاصة عندما يكون هناك اختلاف مع الذات وكيفية التصالح معه وتقبلها. معنا الدكتورة ريهام الدروبي، أخصائية معالجة نفسية. أهلا وسهلا فيكي دكتورة، صباح الخير. صباح النور، شكرا جزيلا للاستضافة مرة ثانية. صباحك. خلينا بالبداية نحكي عن نوع العلاج السلوكي المعرفي، نعرفه شوي للناس وأهميته وتأثيره على الحالات النفسية وعلاجها. تمام. العلاج المعرفي السلوكي هو نوع من التدخل النفسي الاجتماعي اللي بيهدف لرفع مستوى الصحة العقلية. طبعا نحن خلال الأزمات والكوارث وأي صدمات، سواء كان نوع حروب ولا فقدان عزيز أو طلاق أو انفصال، فشل في عمل، يعني كثير من الأمور والأزمات اللي بنمر بحياتنا كضغوط شديدة أو أنه طبيعية، بيأثر هذا على نفسيتنا بشكل كبير، وبالتالي بيخلق أنواع من الاضطرابات العقلية مثل القلق والاكتئاب واضطراب ما بعد الصدمة. العلاج المعرفي السلوكي يتضمن نوع من التدخل الذي يسعى إلى رفع المستوى بالصحة النفسية اللي هي بتتأثر أثناء هذه الأزمات، وبيهدف لأنه يقدر الفرد من جديد إعادة تأهيل، ما يتحول لفرد سلبي، إنما يساعد على أن يكون نشط من جديد ومتفاعل مع المجتمع، لأنه خلال الأزمات أو الحروب أو أي صدمة معينة أو حتى اضطراب عقلي بيكون عنده بيأثر على كذا نوع كذا، يعني جانب علاقاته الاجتماعية، جانب العلاقة ما بينه وما بين ذاته ونفسه، جانب علاقته مع الآخرين بشكل عام، بالعمل، كل النواحي تقريبا بتتأثر. فمحور الصحة النفسية دائرة كبيرة كلها بتأثر على بعضها. الناحية الاجتماعية إذا اختلت بتأثر على الناحية النفسية، الناحية النفسية إذا اختلت تؤثر على الناحية المشاعر، على ناحية الأفكار. العلاج المعرفي السلوكي الرائد تبعه هو كان أرون بيك، هو أول من خلينا نقول اشتغل بالعلاج المعرفي السلوكي. قبل كان في شيء اسمه العلاج العقلاني الانفعالي لألبرت إيلس، كمان هذا اشتغل نوع من العلاج المعرفي، لكن هو اللي بلش فيه كان أرون بيك. درس، شاف أنه أنماط التفكير قديش بتأثر على المشاعر وعلى السلوك، فدرس الثالوث تبعهم اللي هو الفكرة والشعور والسلوك. عندما يكون نوع من أفكارنا غير إيجابي، وبالتالي سيكون مشاعرنا غير إيجابية، الأمر الذي ينعكس على السلوك أيضا أن يكون سلوكي غير إيجابي سلبي بشكل كامل. فكتير ركز على أنه نشتغل على كيف نحن نرصد الأفكار من خلال العلاج المعرفي السلوكي، كما أنه يركز على المشكلة الحالية. هناك أنواع علاجات تانية مثل الحيل النفسي بدها جلسات كتيرة طويلة، أحيانا الإنسان ما بيكون قادر أنه يلتزم بجلسات طويلة، أو أنه المشكلة بتتضمن أنه هلأ أنا أشتغل عليها. فالعلاج المعرفي السلوكي كان هو بجلسات أقصر، مركزة أكثر، إلى قائمة من الأنشطة بيتابعها الشخص لحتى يقدر يشتغل عليها. وهلأ هي إذا بدنا نصنفه كان أيضا من هرم التدخل النفسي الاجتماعي بشكل متخصص. هناك علاجات غير متخصصة اللي بتقدم مثل الإسعاف النفسي الأولي، التدخل النفسي يعني بيكون بسيط خلال جلسات ما أنا مركزة نفسية. أما العلاج النفسي والطب النفسي هو من الجلسات والعلاجات المختصة، وبيشتغل فيها المعالج والطبيب النفسي حصرا. البقية ممكن يشتغل فيها حدا عنده خلفية بالثقافية بالدعم النفسي الاجتماعي، أو ممكن يكون بعده ما أنه مختص كسنوات. نعم. طب دكتورة، نحن هون كيف بدنا نضوي على نقطة أنه على المعالجة النفسية بعيدا عن المعالجة الدوائية، كيف بدنا نحن هيك نخلي الناس تكون أكثر ثقة أنه في نتيجة ممكن هي تأخذ وقت أكثر، الدواء يمكن بيعطي مفعول آني بس ممكن يخلص هذا المفعول، كيف فينا نحن نكسب هاي المرضى لحتى هن ينشفوا عن جد من معالجة بعيدا عن الدواء؟ خاصة عم نشوف كثير من الأشخاص بنتيجة الضغوط عم يلجأوا إلى الحل الأسرع هو أنه بياخذوا أدوية مهدئة. تمام 100%. هلا هنالك أنواع كثير من الاضطرابات ممكن تحتاج العلاجين الدوائي مع العلاج المعرفي السلوكي، ولكن الدوائي هو يعني بيعالج؟
لحاله؟ لا اكيد مو انه بيعالج لحاله، بده يكون في نوع من الدعم، والدعم هو كمان بالعلاج المعرفي السلوكي، كمان بيلعب كثير اراده الشخص بالعلاج، يعني انا اذا اخذت دواء وقعدت وما بدي اعمل اي سلوك من السلوكات اللي بتساعدني ارجع فعل حياتي، مثلا المكتئب، طب اوكي انا اخذت دواء، بس هذا بيساعدك كمان انه العلاج المعرفي يعلمك انه كيف انا بدي اتعلم مهارات جديده، ارجع ادير مواقف الضغط اللي تعرضت لها بحياتي، انا اعرف كيف اشتغل عليها. هنالك شيء اسمه اداره مشاعر، انا الدواء ما بيعلمني اداره مشاعر، انا بيساعدني ممكن اني هدي الانفعالات اللي هي خارجه عن السيطره، لكن انا اذا بدي اتعلم الاداره لازم يجب ان اخذ على جلسات علاج معرفي سلوكي. فاول شيء لما بيروح الشخص اول شيء بيحس حاله عنده مشكله، لازم يحس اول شيء انه عنده مشكله معينه ليروح، او اللي حواليه داعمين له. احيانا هو ما بيحس انه عنده مشكله، بس الاشخاص عم يلاحظوا ملاحظات معينه، الام او الاب او الاخ او اي صديق مقرب، انا بحط ملاحظات انه امي في سلوك منه جيد، يعني في شيء ما مبين، انا لازم انتبه، واذا تكرر واذا كانت الشده اعلى، يعني ما فيني انا والله عمل حركه بسيطه انه معناتها صاير معه شيء، لا، يمكن حسب التكرار والملاحظه والشده. يعني انا دائما مثلا مستثاره الغضب، غضب غضب غضب، شو ما صار، يعني انا ما بيكون شيء فورا حركني، اذا انا في شيء معين مشكله جواتي ماني قادره اعبر عنها. دائما بحب العزله والانسحاب بشكل متواصل لمدة أسبوعين وما فوق، كمان هون بدي أحط أنا مؤشر إنه هذا صحة نفسية ما كتير ما أنا متوازن. فلما بيجي الطبيب نفسي بيشخص له، بيشوفه إذا هو فعلا خط الأول دوائي بيروح على الدوائي، لكن هناك خط أول كمان العلاج المعرفي السلوكي، يعني هو بيقدر يساعد حاله بدون حاليا الدواء، لنشوف نحن بنجرب بنساعده، بعدين المعالج بيشوف إنه عم يشتغل ولا لا، أو هو بحاجة فعلا كمان دواء مهدئ، يعني مو مسميه مهدئ، هو نوع من العلاج بسيالات عصبية، أو إنه ينظم له شوية مثلا الدوبامين أو السيرتونين أو إلى ما إلى ذلك، يعني يعمل له هدوء وتوازن بشخصيته وتفكيره. العلاج بيساعده إنه هو كيف يبلش يدير الشيء اللي عم يكون جواته. فكتير مهم الشقين، ولكن العلاج المعرفي السلوكي جدا مهم بحالاتنا جميعا، يعني انا اذا صار عندي مشكله بدي اعرف كيف حلها، يمكن ما اثق باللي حوالي، بلجأ لمعالج نفسي يساعدني يسمعني. انا هو يمكن يعطيني ارشادات، بس مو معناتها انه انا رح اتبع 100%، اذا ما بدي انا اشوف حالي مقتنع بهذا الشيء قادر اعمل هذا الشيء او لا. فكتير انا بشجع على انه الانسان يهتم بصحته النفسية، لأنه هي أساس كبير أنه ينعكس على كل حياته. صحيح مهنياً. بس يمكن أشرتي دي نقطة كتير مهمة دكتورة، عم نحكي عن العلاج السلوكي المعرفي مع معالج نفسي، يختلف لما نقول على دكتور نفسي، لما نحكي عن تحليل نفسي وتحليل النفسية ومعالجة. هون خلينا نحكي، يمكن الدكتور النفسي بمر من خلال تحليل نفسية بأمور حياتية بتلاقينا، يعني حتى هو المسوق فينا نقول التسويق عن الدكتور النفسي عبر السوشيال ميديا والدراما أو المسلسلات، إنه بيقعد بيسرد المريض سلسلة حياته، في بيحاول يدور وين كانت هي المشكلة بأي مرحلة. المعالج النفسي يختلف، لأنه مثل ما قلت هي الفترة الزمنية بتكون مختلفة، يعني بوقت أقصر والمعالجة أو الجلسات أقصر. هون ممكن يمر فينا نقول على الأمور الحياتية أو تفاصيل، بس بطريقة مختلفة، وفينا نقول بيركز على بطرق مختلفة على نقاط أساسية بحياته مختلفة عن الدكتور النفسي. تمام. الطبيب النفسي أكيد بيشرح له يعني المريض شو بيصير معه من أعراض، من مؤشرات، جوانب عصبية ونفسية، بيشرح له وهو بيركز على حتى التشخيص، أنه هي مهمة جدا التشخيص، نحن كيف نتوجه لأي علاج إذا ما كان كمان عندنا المعيار الأساسي أو هو التشخيص، اللي شو مشخص مع هالاكتئاب، اضطراب ما بعد صدمة، اضطرابات أكل، نوبات هلع وما إلى ذلك، وبعدين نحن على أساسه بيوجه الطبيب النفسي، هو بمر بمراحل بحياة بيسألها، لكن الدور الأكبر للعلاج المعرفي السلوكي والمعالج اللي يفوت على نقاط جواته بالعمق بالنفق اللي هو جواته، قديش هو عنده مشاكل معينة، قديش هو ما أنه قادر يواجه حاله، قديش أنه عم يشوف شغلات بطريقة مختلفة، قديش فيني ساعده يرجع يشوفها بطريقة تانية لحتى يرجع ينطلق. فهو بيفوت على الأعماق جداً، ويعني أنا دائماً بقول للمرضى اللي عندي أنه قديش فينا تكونوا أنه كون مرايتكم. أنا بعرف أنه الموضوع ما بيطلب يعني قصدي عفواً صعوبة، ما مو سهل انك انت تكون شخص مرايتك، انه تحكي له كل شيء كانه عم تطلع بمرايتك، حتى احيانا الشخص العادي تمام بس يطلع مرايته ما بيحب يحكي يعني يشوف صورته الحقيقية، دائما عنده خوف واحباط وخجل.
انا بقدر عن جد انه اكون صحيه نفسيا لما بوقف قدام مرايتي وبتقبل كل شيء فيني، وبقدر شوف صورتي مرايه المرايه تبعي بطريقه صحيحه جدا. يعني بشوف الشغلات اللي ما عجبتني والشغلات اللي عجبتني وبقدرها وبسعى بعدين على التغيير. فهون المعالج بيكون تقريبا يعني بالمرايه تبعه، وقديش بيلعب بالعلاج انه ينجح لما فعلا المريض هو بده يتعالج وبدي اخلص من المشكله وساعد حالي. لانه بيجيني كثير ناس بتقاوم وبتعاند هذا العلاج، وبالتالي بيكون في صعوبه كبيره بالتفاهم. تمام دكتوره، خلينا نركز شوي على موضوع الشباب. يعني الظروف الصعبه اللي مرقوا فيها، يمكن مراهقتهم كانت الحرب وكان الظروف، وهلا ظروف اقتصاديه صعبه، عمل ما في، يعني بيدقوا كثير ابواب عم تكون كثير مسكره، فهن بيلجأوا يا لخط ضياع بقصص ما بعرف شو هي، او هن بيلجأوا انه هن يضلوا مكتئبين مسكرين على حالهم الباب ليل ونهار ونهار ليل. خلينا نحكي، وما بيتقبلوا طبعا لا من اهلهم ولا عندهم كبير بالاهل، هون نحن كيف فينا نتعامل مع هي الشريحه اللي هي للاسف كبيره بمجتمعنا؟ كيف فينا نحن نساعدهم كاهلهم انه هن يقتنعوا مثلا يروحوا عند معالج سلوكي نفسي، لوين يلجأوا؟ بس هيك خلينا نضوي على هذا الموضوع، لانه يعني اغلب البيوت عم يعانوا من هي المشكله. تمام. هلا نحن دائما بنقول فئه الاطفال والشباب هن جدا مهمه، ودائما اذا بتلاحظي هي العنصر الهش اكثر باي ازمه او صدمات، انه بعد الانفعالات بتكون عم تنمى عم تنضج بعد ما تبلورت بشكل كبير. الطفل بيحس ابوه وامه سوبرمان، كنا بنحكي فيها دائما، لانه انه هو بيحقق له كل شيء. فإذا بيشوف شيء تصرف من أبوه وأمه، إذا أنه وحشي أو عنفي خلينا نقول، فقديش رح يكون بصورة موجعة جواته. فنحن دائما بالأزمات بنركز على فئة الأطفال، وحتى غير الأزمات فئة الأطفال والشباب، لأن هن بمرحلة بلورة، هن بقى فينا نقول المجتمع فيما بعدين، فبينطلق من الأب والأم. ثقافة الأب والأم قديه الثقافة النفسية عندهم مهمة بالبيت، قديه هن بيهمهم صحة النفسية لأولادهم، ما يكونوا انانيه بدرجه كبيره انه ودائما الغطاء المبطن وخاف عليك وخاف عليك وخاف عليك. طب اوكي. كمان برجع بركز جمله قلتها قبل، الحمايه الكثيره هي صفت مانا حمايه، هي صارت ضرر كبير. فانا قديش فيني اتفهم انه في حاجات للطفل، في مشاكل عم يمر فيها ما استخف فيها، في امور لازم انا ساعده فيها باي نقطه بيمشي فيها. انا كثير مهم تابعه، ما صير مراقب. المراقب يختلف عن الملاحظه. صارت المراقبه انا بقى اي حركه، يعني تخيلي حالك انت هلا شخص قاعد وكل وانت بتعرفي انه في شخص بس عم يراقبك، قد ايه حتى انت لو كنت واثقه من حالك بتتلبكي، صح؟ فانا قد ايه فيني ساعده انه شوف المشكله ملاحظه بعدين ناقشه. الحوار بشكل كبير ما بين الاهل والاطفال او الشباب هو جزء مهم جدا بالعنايه النفسيه، لانه انا بقدر حاور والدي، ما بعتبره متسلط مسيطر، والدتي بحاوره بتساعدني انه كفتاه تفهم مشاعري تفهم حاجاتي. فبالتالي الحوار هو شكل كبير من الاهل، بس هذا الشيء بيتطلب ثقافه نفسيه بمفهوم الصحه النفسيه، ويتطلب هي تربيه من الصغر انه يكون في هذا الحوار. ولكن نحن عم نحكي على جيل يمكن ما بقى في عنده كبير، ما بقى يسمع كلمه حدا، ولا فيك تحاوريه ولا انك انت تاخذي وتعطي معه. عم تحكي على الفجوه الكبيره ما بين قرن وقرن، وتسارع بتكنولوجيا، تسارع بظروف معينه، هيدي الاهل هن ما عم يقدروا يستوعبوها، يعني ما عم يقدروا يتقبلوا انه انا ابني، انا والله وقت كنت بعمره ما كنت اعمل هيك، دوبني احكي كلمه، دوبني ما استرجي ارفع صوتي، ما استرجي. بس في فرق انه الزمن اللي هو فيه كان اهله يختلف عن الزمن هذا، فانا بدي ساعد اني اتقبل انا بزمن معين، قديش فيني افهم اساسيات، في شيء اسمه بقى اساليب التربيه الحديثه، لحتى اكسب ابني بالهدف الاساسي اللي انا عم بشتغل عليه كله، اكسب ابني بقى. فانا بدي احاول ادور على الاساليب اللي بتساعدني اني اكسب ابني، شو ما كانت الاساليب، بس بشيء متوازن ما بيني وما بين ابني واللي بيضمن حمايته. فانا كمان اذا بدي يكون عندي تقبل، لانه انا زمن مختلف شوي عن قبل، التكنولوجيا يعني قديش فرقت سرعت كثير امور بالحياه. يعني هلا الام ما بتتقبل انه انا دائما انه عرف هيك سوى هيك كل النهار على الموبايل كل كذا، فقديش فيني انا ادير هذا الشيء بطريقه جيده، وبالهدف الاساسي انت هو هدفك قلتي لي انه انا بدي احمي ابني ويكون لإلي وساعده ينمى، فبالتالي انا بدور على اهم النقاط الاساسيه. بنرجع بنقول فئات الشباب خلال الازمات اذا ما احتويناهم بيلجأوا مثل ما حكيتوا لانحرافات، ممكن تكون انحرافات جنسية، ممكن تكون إدمان، ممكن تكون اضطرابات نفسية مثل الاكتئاب الشديد المزمن وما إلى ذلك.
فأنا قديش فيني ساعد ابني ما يفوت بهي المعمعة عن طريق تقديم الدعم له، ويكون عندي ثقافة بالصحة النفسية لإقنعه أنه هو ماما إذا ما أنا قادر تحكي لي بتقبل، بدي تحل مشكلتك فيك، إذا بدك تلجأ لأي شخص داعم لإلك، أن يكون معالج، طبيب، يكون شخص قريب لإلك، المهم هدفي لإلك السلام النفسي. يمكن خلال حديثك أشرتي لنقاط كثير مهمة دكتورة، وأهمها مثل ما قلنا انعكاس الحالة النفسية اليوم على شباب اليوم أو المراهقين أو الأطفال هو بالمجمل بيجي ناتج عن البيت وانعكاس التربية على البيت، مثل ما قلتي الثقافة النفسية اليوم، واليوم بنشوف بعض الحالات يمكن عندها حالة عدم التصالح مع الذات أو عدم الرضا بالمجمل. خلينا نحكي عن طريقة علاجها أو كيف معالجتها، لأنه بالأخير لما تفوتي على التفاصيل بتقلك بسبب التربية والأهل أنه أنا شو ما عملت، أنا شو كذا، في عندك عدم رضا أنه لازم تعمل هيك، لازم تكون أشطر واحد، لازم تكون أحسن واحد، شوف فلان كيف بيحكي مع أهله، شوف. هاي بنشوفها بالتربية، يعني الكل يطمح لأنه يكون عنده طفل مثالي، وناسيكي عن حالة النفسية للطفل، أنا كيف فيني ممكن ألعب فيها. تمام. الرضا عن الذات أو عدم الرضا عن الذات هو من أكبر المشاكل النفسية اللي بتنعكس وبتسبب أزمات توتر مثل القلق والاكتئاب وما إلى ذلك. لما بيكون عندي نقص تقدير لذاتي، وبالتالي أنا ما رح يكون عندي ثقة بأي شيء بعمله، وبالتالي أنا بيهمني شغلة واحدة بس بقى، كيف الآخرين بيشوفوني وكيف لازم أسعد الآخرين. ما بيكون تركيزي على أهتم بحالي وكيف طور حالي، يعني أي جلسة بقعد فيها بيكون تركيزي بس رضيان الآخر عندي عني، أموري تمام، مبسوط إنه هو، أنا ما بيهمني إنه يكون مبسوطة، بيهمني شو الآخر مبسوط. هذا بيكون بقى ما أنه رضيان عن حاله، ما أنه قبلان السمات اللي جواته ولا الشخصية الكاملة. نحن بنشتغل كتير على مفهوم اسمه التعاطف مع الذات. التعاطف مع الذات في له عناصر أساسية، وهي اليقظة أول عنصر، اثنين الإنسانية المشتركة، وثلاثة قديش بكون أنا واعي وبتعاطف مع حالي. اليقظة هي أنه أنا يكون عندي فعلاً فينا نقول معرفة ووعي لشو عم يدور جواتي من صراعات، قديش بعرف إنه شو الشعور اللي عم يحركني، شو الحاجة اللي بدي إياها أنا، لأنه أنا كتير بمر بظروف بعمل أو بأي مرحلة من صراعات بتدخل مشاعر متناقضة، ما بفهم حالي شو عم بيصير معي، ليش عم بتصرف هيك، كتير ما بفهم حالي أنا شو عم بيصير معي، واعي اللي عم بيصير معي، هاي نقطة أولى. اثنين قد أعرف إنه الألم هو اللي أنا صار فيني أو أنا صار معي مشكلة فشل أو ألم أو أي شيء جزء من الإنسانية البشرية المشتركة، يعني هو مو بس أنا بصير معي، مع كل البشرية، والألم هو جزء من هذا الشيء، يعني أنا مخلوقة من الأساس في حياة في ألم، مفهوم ألم، فقد فيني أتعامل مع هذا الألم ويساعد أن هذا الألم ينميني نفسيا. التعاطف بيطلب مني أتعامل كيف لما رفيقي بيمر بأزمة، شو بقول له؟ أنت فاشل؟ لا ما بصير، أنت ما عاد بقى تنجح، أنت ما منيح، أنت لا بدعم. أنا بساعده بدعمه، بقول له شاطرين بجد أنفسنا أكثر، هي النقطة اللي تمام، فبقول له أنه أنا بقدر الشعور اللي عم تمر فيه، أنا بعرف أنه أنت يمكن بهالمطارح فشلت، يمكن أنت صار معك هيك. هذا الحديث هو نفسه بقلبه لمين؟ لحالي، بالفرح وبالحزن. فالتعاطف بيطلب مني عامل ذاتي كأنه صديقي بالضبط، وهذا لما أنا بعامل بهالطريقة فرح ينعكس على كل جوانب حياتي، وبالتالي كتير بيكون عندي رضا عن الحياة. دراسات كتير أثبتت أنه لما بيكون عندي تعاطف مع ذاتي كتير بيكون مربوط بالرضا عن الجودة بالحياة، بيكون تفاؤل، سعادة، سلام نفسي، حتى مرونة بالتعامل مع المشاكل اللي بتصير معي. ما بوقف عند المشكلة فورا بقول انتهت حياتي، بدي أعرف كيف أنا عيش المشاعر اللي أنا فيها بعدين أطلع وتصرف بالمشاكل بتصير معي. دكتورة يعني اليوم قديش مهم أنه أي حدا أو أي اثنين بدهم يرتبطوا أنه هنن يروحوا عند معالجة نفسية أو سلوكية لحتى شوي هيك ما يوصلوا لمواصيل هنن ما بدهم إياها. يعني نحن كتير عاطفيين وبس نحب نتغاضى عن كتير قصص، ولكن بس بعد الزواج عم تخلق مشاكل كتيرة هي بسبب يمكن نحن ما بدنا نشوفها بقبل المرحلة اللي قبل. خلينا نحكي اليوم المراحل التحضيرية للزواج، لإنجاب طفل، لدخول إلى مجتمع جديد، يعني لأي مجال كان، أي شيء جديد. نحن قديش مهم أنه نحن هيك نتجرد ونكون نفوت نضاف من خلال التعاون مع المعالجين. تمام.
هاي الشيء يعني كثير مهم جدا جدا، بس للاسف كمان بده شغل كثير، لانه بنرجع بنقول دور الثقافه في هذا المفهوم. ما في اي ثقافه يعني انا كثير ثقافه مثلا برا بالدول الثانيه الاجانب مثلا او الغرب، في شيء كمان اسمه علاج اسري. صح. يعني زوجين اختلفوا بيروحوا على معالج نفسي 100%. او انه بشوفوا بقى كيف بده، الهدف الاساسي يجمع العلاقه من جديد والمشاكل. هون ما في انه اذا انه والله بدي اروح معالج انه لا انا وصمي انت انه انا شو معالج، ليش شايفتيني مجنون كرجل؟ الرجل يعني نظره له دائما انه انا مجنون لروح اعالج بنقطه معينه. لا، منطبش بحد احسن ونشتغل على انه كل واحد يمشي رايه بطريقه ما. فبنرجع قديش فينا نحن كثقافه هذا المفهوم يتوسع اكثر ويتركز بشكل كبير، انه انا لحتى نجح علاقتي بدي كمان اتقبل الشخص الاخر. يعني احنا دائما نرسم معايير للشخص، لازم يكون هيك، لازم يكون هيك، لازم يكون هيك، او بيجي الشخص الثاني بده يغير الثاني اللي قباله، اعمل لي هيك، ساوي هيك، سواء بالذات الجسديه يعني شكلها ولا حتى من جوا. ما انا بدي يكون عندي اذا حابب هالشخص اتقبله، شوف شو فيه جواته وساعده على يتغير نحو الافضل، مو مثل ما بدي انا، نحو الافضل. يعني انا شو بعرف ان انت المعيار اللي عم حاطه هو افضل شيء، او انت لحتى تكون عايش معي لازم تكون مثل ما انا بدك. ففي كثير يعني مفهوم انا اعرف اشتغل على هي النقطه، قديش فيني اشتغل على انه فعلا انا لما بدي اختار شريك كيف اختاره بعنايه، على الاقل اضمن انه التفاهم. الحب شغله كثير حلوه واساسيه بالحياه، بس مع الايام في شيء اسمه ايضا تفاهم وانسجام والاحترام وتقبل الاخر. برجع بقول تقبل الاخر وما امحي شخصيتي. في كثير علاقات بتمحي شخصيتها لانه ما عاد بقى بيهمها غير تشوف كيف الشخص بيشوفني بهي الطريقه. بالختام دكتوره خلينا نعطي بعض النصائح اهميه فعليا. مثل ما قلتي يمكن هي الثقافه ما انا موجوده عندنا للاسف، لكن نحن مرينا بظروف صعبه وقاسيه، ويمكن ما في حدا اليوم الا ما بيحتاج لمعالج نفسي يمكن ليفرغ من الضغط النفسي اللي عم يتعرض له بشكل مستمر. اهميه وجود معالج نفسي او التوجه لعدم تفاقم اي مشكله نفسيه تؤثر على حياتي اليوميه والمعيشيه بشكل خاص. تمام. هي بتلعب ادوار معينه، هي نوع من الدعم. فانا لما بشوف حالي ماني قادره انه حوالي في داعمين لإلي، وقادره فعلا موجوده الخدمه العلاج النفسي متواجده وقدراني اني فعلا اني التزم فيها، فكتير مهم اني اروح عليها لحتى احقق على الاقل التفريغ. التفريغ هو نص العلاج النفسي. انا لما بفرغ جواتي في ناس ما بتسمعني، او انه مثلا بتعتبر كل شيء بحكي انه شو هاي، انه شو هالمشاعر اللي عم تحسي فيها. ما حدا قدران يسمع هلا، ما حدا قدران بالضغط. تمام. انا مجرد ما فرغ اللي جواتي بحس في شيء شيء صخره جواتي وطلعت، فبالتالي انا عم ساعد حالي اني فعلا شوف مرايتي. كثير في مرضى بيجوني بيقولوا ما بدي اسمع بس بدي احكي. تمام، بس بدي احكي فعلا، هو يسمع يحكي يحكي، لانه حتى الاصغاء بيختلف، يعني السمع بيختلف عن الاستماع. صحيح. تمام، انا بس بستمع ولا بسمع منيح ولا لا؟ اذا في جسد وفي عيون وفي تماما. فكتير مهم انا لما بحس حالي بلشت وبروح بناحيه ثانيه ما انا جيده اني الجا لخدمه العلاج النفسي. هلا في خدمات مثلا ناس ما انا قدراني ماديا، في خدمات علاج نفسي مجانيه من خلال الجمعيات او المنظمات، كمان كتير مهمه. في اونلاين صار كمان بخدمه. صحيح. بالعلاج النفسي كمان جدا مهمه اني اهتم مع حالي. انا كنصائح بشكل عام كتير مهم اني اشتغل على التسامح والسلام النفسي مع حالي. بيبدأ أول علاج للصحة النفسية العلاقة الداخلية ما بيني وبين نفسي. قد ايه بكون عم حاور حالي كأنه صديقي، عم قل له بحزنك أنا حاسس فيك، بفرحك أنا حاسس فيك. وكمان أهم نقطة إني أشكر حالي على أصغر نقطة بسويها، ما بس أنطر الإنجازات الكبيرة لحتى أقول إيه برافو تمام. أشكر حالي من أصغر نقطة لأكبر نقطة، وبالتالي لما بقدر أصغر النقاط رح يكون الإنجازات الكبيرة، رح أشوف حالي بطريقة كتير حلوة بصورة مرايتي. نعم. دكتورة ريهام نحن كثير بدنا نتشكرك على الطاقة الحلوة اللي عطيتينا إياها، ونتمنى هيك السلامة النفسية للكل، وهيك أي حدا بحس عنده شيء يعني في أحلى من الدكتورة، وكثير هيك الواحد بيرتاح نفسياً إنه هو يحكي للغير ويتعالج لحتى يكفي حياته مشانه ومشان المجتمع أيضاً. شكراً كثير لك، يعطيكم العافية، وبتمنى السلام النفسي للجميع بأكل الأوقات إن شاء الله يا رب. نشكرك دكتورتنا الجميلة على وجودك معنا، شكرا كثير لك.